تابعنا في مركز أفروميد بقلق كبير حملة العنصرية الموجهة ضد المهاجرين واللاجئين من دول جنوب الصحراء. ومن بعد تتبع هذه الصفحات تأكد أن مجموعة الصفحات هي صفحات تم إنشاؤها بالجزائر، والهدف منها بطبيعة الحال كما دأبت الجارة الشقيقة إلى خلق توتر داخل المجتمع المغربي مع هذا المكون الحقوقي المتمثل في المهاجرين واللاجئين. فبطبيعة الحال هذه الصفحات كتتكلم على 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 ان ضرورة هاد المهاجرين خصهم يخويو المغرب، وان هناك يمين متطرف يترافع من اجل طرد المهاجرين. وفي مقابل الامر ان جميع الاحزاب السياسية في المغرب ولا النقابات وكذلك جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية هي تصطف وراء التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تسهيل إدماج المهاجرين واللاجئين داخل المجتمع المغربي وفق بعد إنساني. كذلك هذه المكونات اللي هي الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المدنية والحقوقية تتناغم بشكل كبير مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص الهجرة واللجوء، وكذلك مع مخرجات الباك ديال الميغراسيون اللي كان في المغرب. فبطبيعة الحال عندما نتكلم عن إشكال الهجرة واللجوء، فعلا هناك بعض المشاكل المرتبطة بالمهاجرين الغير النظاميين، لأن المهاجرين النظاميين تم تأطيرهم لأنك تشملهم السياسة الوطنية للهجرة واللجوء اللي جات كذلك سنة 2015 بناء على التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة بإحداث سياسة بعد استشرافي لتدبير إدماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي. أكيد أن هذه التصريحات أو هذه الحملات العنصرية تبعت على قلق، لأن كما كنعرفوا من بعد جزء من الأحداث اللي عرفتها مدينة الناظور كانوا فيها عوامل خارجية، لذلك مرتبطة بأشقائنا في الجارة الشرقية. لذلك نحن كفاعلين مدنيين سنعض بالنواجد على ضرورة استمرار العيش المشترك وضمان الحقوق الأساسية التي يخولها القانون الدولي والقانون الوطني لإخواننا المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب. نجدد التأكيد كفاعلين مدنيين وكمغاربة أن المغرب هو أرض تعايش، أرض سلم، أرض احترام الآخر بمختلف ثقافاته. كما كنقولوا الأمور هي ماشي سايبة، هناك منظمات دولية تشتغل على قضايا الهجرة واللجوء في المغرب، وهي على اطلاع كبير على العمل الجبار اللي كتقوم به الحكومة ولا المجتمع المدني في هذا الإطار، وهي اللي كتعمل على 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 تقارير واللي كتأكد الانخراط الكبير للمغرب في تدبير إشكال الهجرة واللجوء. الرسالة موجهة أساسا للمغاربة اللي كنأكدوا لهم أنهم من الضروري أنهم خصهم لما يقراوا شي محتوى يحللوا خلفياته ويحللوا مصادره وتداعياته الراهنية ديالو، لأن ماشي أي حاجة كانت راه هي صحيحة. أنا اللي كنقول من خلال النقاش العمومي اللي مطروح اليوم في الفضاء العام المشترك أن هذا النقاش ليس له تأثير داخل المجتمع، هو مرتبط فقط ببعض الصفحات داخل مواقع التواصل الاجتماعي.